السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد على قناة دنيا المعلومة. ندعوكم طبعا للاشتراك وسنجيب على أحد الأسئلة التي يبحث عنها الإخوان، وهي: هل الملائكة تسجد لآدم سجود عبادة، صح أم غلط؟ فلما أمر الله طبعا الملائكة أن تسجد لآدم، ليس الهدف هنا العبادة، لأن العبادة تؤمر أو يؤمر بها العبد لله فقط وحده لا شريك له، ولكن العبادة هنا أو السجود هنا لكي يحترم أو يقدر الملائكة هذا المخلوق الذي خلقه الله تعالى. طبعا هذا هو الجواب، والسلام عليكم ورحمة الله.